بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الأعزاء، موعدكم مع فيديو جديد على قناتكم حسن خط بشبطة مع سعيد سليمان. النهارده إيه رأيكم نبدأ سلسلة لخط الرقعة؟ هنبدأ النهارده بالحروف إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله نكمل المقاطع زي ما خدنا أو عملنا فيديوهات لخط النسخ. بسم الله نبدأ. حروف خط الرقعة هنبدأ إن شاء الله بإذن الله بحرف الألف. بسم الله. بصوا يا جماعة، حرف الألف خط الرقعة عموما من حروف اللي الجامدة، جامدة ما فيهاش ليونة كتيرة ولا فيهاش، كلها الاتصالات بتاعتها تقريبا زاوية قايمة أو الحروف بتاعتها مصمتة، كأنها شكل مستطيل مصمت بالشكل ده. بصوا يا جماعة، حرف الألف، بصوا زي ما أنا بحط القلم كده بنزل بالشكل ده، ماشي، مفهوش ليونة مفهوش رفيع وتخين. طبعا احنا واحد زي ما احنا اتعودنا ان احنا بناخد شكل واحد من الحروف، شكل واحد من الحروف اللي هي متشابهة زي الباء والتاء والثاء، هناخد شكل الباء ماشي، وطبعا ينطبق على التاء والثاء وفرق بينهم من بعض اللي هي النقط بس ماشي، والجيم نفس الطريقه، وكده الحروف الباء زي ما احنا متعودين وماشيين مع بعض. حرف الباء ليه شكلين، الشكل الاول يا جماعه الشكل ده، والشكل الثاني اللي هو العاديه خالص بس اصغر طبعا من النسخ شويه بالشكل ده. بص يا جماعه، دي تمشي باء وتاء، ممكن دي تمشي ثاء. بصوا كده ثلاث نقط اهو، يبقى دي نقطتين، دي النقطه، دي ثلاث نقاط، ماشي يا جماعه. دي ايه بالنسبه للباء والتاء والثاء. بالنسبه للجيم والحاء والخاء الشكل ده، بصوا يا جماعه شبه حرف الدال المقلوب كده كده، وراح نازل بالشكل ده، خارج منها سنه كده وراح دي كده ده حرف الجيم والحاء والخاء. طبعا فرق النقط، نقطه فوق ونقطه تحت، مش على نقط، حسب ايه الكلمه الموجوده في الحرف. حرف الدال، حرف الدال كده يا جماعه، بصوا ادي حرف الدال اهو، اللي فوق اقصر من اللي تحت، يعني اللي تحت يعتبر قد اللي فوق مرتين ماشي. حرف الدال، وطبعا الدال زيها دال او ذال زي بعض ماشي. ولنفرض بصوا، ممكن نعمل ادي الذال اهي كمان بحيث ان هي توضح، ادي الذال. حرف الراء والزي نفس الشكل، بص نتش على السطر كده، نتش على السطر كده، ادي الراء والزي. السين، بالنسبه لحرف السين يا جماعه ليه شكلين، ليه ايه شكلين، حرف السين ليه شكلين. الشكل الاولاني اللي هو المثنى العادي بس السنون بتاعته رفيعه زي سن المشارة رفيع كده، ناحيه اللي ايه مايل ناحيه اليمين فوق، واخد الكاسه بتاعته عليها ده. او الشكل الثاني اللي هو ما فيش سنون خالص، هو كده بالشكل ده والكاسه بتاعته ده كده، ده حرف السين. حرف الشين ليه شكلين برضو، الشكل الاولاني بصوا يا جماعه عادي جدا اهو، بص كده وراه دي كده كاسه، بصوا وراح لازق فيها ثلاث نقاط، ده شكل الشين. وممكن الشكل الثاني اللي هو ده، ده بص كده يا جماعه، ده واحد اثنين ثلاثة، ده شكل الشين برضو، ده شكل شين برضو، ماشي يا جماعه. الشكل او الحرف اللي بعديه اللي هو حرف الصاد، حرف الصاد ليه شكل واحد هو ده، رفيع كده وراخد الكاسه بتاعت الصاد اهيت. شكل الضاد، حرف الضاد برضه ليه شكل واحد، طبعا مختلف عن الصاد شويه، بس يا جماعه اهو بنزل بطلع وبنزل بالشكل ده، ده حرف الصاد والضاد. حرف الطاء
حرف الطاء يا جماعة برضو نفس الشكل اهوت، لكن قاعد على السطر كده. حرف الطاء، حرف الظاء اهو، بس يا جماعة كده برضو اهي، اهي الظاء اهي ماشي. حرف العين والغين، العين والغين احنا قلنا العين، بص يا جماعة اتنين، بصوا مايلة لتحت وشها لتحت كده، وادي بجيب منها 45 كده، بص يا جماعة وانزل اخد الكاس بتاعتي بالشكل ده. الغين نفس الطريقة، بص كده اهيت اهي الغين. حرف الفاء اهيت، حرف الفاء زي حرف الباء بس مدور بدايته، بص يا جماعة كده اهي. حرف القاف بالشكل ده، بص يا جماعة بطلع من فوق بلم الكاس بتاعته اهي، بطلع كده ماشي. حرف الكاف الشكل الاولاني للكاف، بص يا جماعه ادي حرف الف عادي جدا، وبعدين حرف باء اهوت، بص بروح موصل دي كده لفوق قصاد الكاف، وراح واخد حرف ده جواه كده، او الشكل العادي جدا اهو مفيش مشكله فيها اهو، كاس عاديه، واروح واخد الكاس الشبه بتاعت الكاف كده بتاعي. حرف اللام اهوت، بصوا عادي جدا اهو ماشي. حرف الميم اهوت، بصوا معايا زي رقم اتنين كده نازل على السطر بالشكل ده، وميم راسها مطموسة في خط الركع. حرف النون، أو حرف النون هنا، حرف النون دي شكلين حرف النون، بصوا يا جماعة أدي الشكل الأولاني أهوت، وبطلع وأقفل النون كده، والشكل التاني كده بعمل كده وأطلع وأروح ماشي كده. حرف الهاء، الهاء يا جماعة زي بصوا حرف ألف، وبعدين باخد الفاء الوسطية اهو، بص كده وادور دي تلات نقاط واسعة كده، ده حرف الهاء. حرف الواو أو حرف الهاء يا جماعة ليه شكل تاني، اللي هو الهاء المفردة اللي هو عادية، اللي هو شبه الخمسة، رقم الخمس كده، ده حرف الهاء. حرف الواو، حرف الواو بصوا زي حرف الراء، بس طبعا بيبقى ايه دي راس بداية او راس القاف مع جسم الواو او الراء، قصدي راس الراء. اللام الف، بص يا جماعة اللام الف، الف ازرق، اللام الف اهوت حرف الف وجزء راء كبير، واروح اخد الالف ورا. حرف الياء اخر حرف، بص يا جماعة اهي بقول على ننزل كده لف يعني على السطر فوق السطر كده. طبعا دي الحروف المفردة في خط الرقعة، وان شاء الله باذن الله هنعمل فيديوهات تانية باذن الله ان نكمل فيها الحروف او المركبة او المقاطع ماشي. ان عجبكم الفيديو ان شاء الله باذن الله يا ريت سبسكرايب ولايك وشير للقناة يا جماعة. يعني يشرفني وجودكم معايا على القناة، وربنا ييسر ان شاء الله باذن الله معا نقدم أجمل الفيديوهات والمفيدة بإذن الله لحضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي على فيديوهات جديدة مفيدة. قناتكم حسن خطك بالشخبطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.